أعزائي المشاهدين محبي الطقوس، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعنا مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين، مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقسي بالكليات الإكليركية ومعهد الرعاية. رحب بنيافتك يا سيدنا. أهلا بقدسك يا سيدنا. بفكر حضراتكم أن سيدنا خلال الحلقات اللي فاتت بيكلمنا بعنوان معاني طقسية، خدنا لحد دلوقتي 3 حلقات وديت الحلقة الرابعة في المعاني الطقسية. بإذن الله تكون الحلقة النهاردة عن فرش المسبح بالذات. حضراتكم يمكن في تفاصيل كتيرة جدا في موضوع فرش المسبح مش بتعرفوها ومش بتشوفوها، وإيه المعنى اللي ورا دوت؟ ده اللي هنشوفه مع سيدنا، زي ليه بنفرش المسبح من الأساس، وطريقة الفرش هل طريقة معينة، والطريقة المعينة ديت إيه المعاني بتاعتها، إمتى يتفرش فرش المسبح، هل يتفرش يعني قبلها بيوم مثلا عشان استهلاك عشان الوقت يعني نختصر وقت، ولا امتى يتفرش فرش المسبح؟ لو فرض وتفرش فرش المسبح هل لازم يتم القداس؟ معاني كتيرة جدا ورا موضوع فرش المسبح هنعرفها مع سيدنا الأنبا بنيامين. سيدنا نيافتك في الحلقات اللي فاتت باركتنا ونورت أذهاننا في معاني كتيرة قوي طقسية. أسئلة اللي بتنور أذهاننا كلنا. ربنا يخليك يا سيدنا. شكرا لتشجيع نيافتك لأولادك. خليك. بداية يا سيدنا، ليه بنفرش أصلا المسبح؟ إيه المعنى وراء فرش المسبح؟ هو الحقيقة إعداد مكان الذبيحة. يعني أي عمل بيعمله الإنسان بيبقى فيه إعداد. حتى حياة الناس الخاصة يعني. يعني واحد بيتزوج. في اعداد لسواء يعد شقة عشان يقعد فيها هو أسرته. مثلا واحد هيعين في وظيفة بيعملوا له تدريب قبليها، وانا اكتست هذا في الوظيفة اللي كنت فيها. يعني الاعداد مهم جدا، اعداد مكان، اعداد انسان. فالمذبح هو مكان الذبيحة، لازم يعد بما يناسب الذبيحة. ممكن السيد المسيح أوصى التلاميذ بكده يا سيدنا؟ طبعا. العلية بتاعت صهيون إن هم يعدوا أعدوا الفصح. الفصح. يعني حتى من الفصح اللي هو رمز سر التناول يعني. الفصح المسيحي. الفصح اليهودي كان رمز يعني. فكل حاجة عايزة إعداد. المكان يعد، الإنسان يعد. قبل ما يتناول الإنسان من الأسرار المقدسة بيصلي صلاة تعده، وكمان طول القداس بيقول مردات تعده إن يكون مستعد للتناول. ولذلك اللي بيجي من بره على التناول على طول ده مش مفروض يتناول، لأنه لم يعد للتناول. لم يعد. ولذلك إحنا بنجهز للقداس رفع بخور عشية بقراءاتها مزمور والإنجيل ورفع بخور باكر، وبينهم التسبيحة بتاعت رأس الليل وقبلها التسبيحة، وبعدين المزامير أو صلوات الأجبية، وبعد كده رفع بخور باكر، ويعد المذبح بالفرش اللي هنتكلم عنه عشان يبقى جاهز للذبيحة. وإعداد المادة بتاع السر، القربانة والأبرك عصير الكرب. أيوه. فكل حاجة لازم تعد، الصينية والكاس والمستير والشوريا. إعداد. وكمان بنقدم الخبز والقارورة والمية في الرشومات. أيوه. مش كده؟ في الرشومات بنرشم على الحمل والأبركة والمية. الإعداد مهم جدا جدا، وأنا في رأيي أن إعداد الإنسان كمان بالتوبة والاعتراف والصلاة وحضور القداس بدري، وكل ما يبكر في حضور القداس كل ما يعد إعداد خاص يعني، ويبقى مستحق لهذا يعني، وإعداد فوق العادة يعني. احنا إعداد لتناول الأسرار المقدسة ده يبقى إعداد فوق العادة طبعا. وده أعلى سر بقى في الأسرار. سر الأسرار، عشان كده بيسموه سر الأسرار.
يعني ما فيش بقى بعد كده. طيب لماذا سيدنا عبد الله فائف؟ يعني الاعداد، فكره الاعداد نيابتك وضحتها لنا، بس لماذا الاعداد او فرش المسبح بلفائف؟ ايه المعاني اللي وراء اللفائف دي؟ هي اللفائف بتشير للكفن المقدس اللي كفن فيه السيد المسيح. فده ما يعني بقى ذبيحه في 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 الاكفان. في القبر. صحيح المسيح قام له المجد وترك الأكفان كما لو كان خرج والأكفان ملفوفة. يعني خرج من الأكفان وهي ملفوفة ما تفكتش، وخرج من القبر وهو مغلق. يمكن عشان كده سيدنا في نهاية القداس مش بنشيل اللفايف من على المسبح غير بعد ما القداس يتم بالتمام. يمكن عشان السيد المسيح ساب الأكفان بالزبط. في القبر بعد ما التناول كله يخلص، الكل يتناول وياخد بركة الذبيحة المقدسة. يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن كل حاجة بتعد، الناس بتعد، البشر، شمامسة وكهنة وأسقفة وكله يعدوا بصلوات وتحضيرات كثيرة وصوم، كلنا بنبقى صايمين في القداس. ولذلك الإعداد للسر مهم جدا عشان الإنسان يستفيد من السر، وإلا في سرك بقى يبقى مش هيستفيد. أيوه بيني وبينك. طيب سيدنا لو كانت الأكفان اللفايف تشير إلى الأكفان، هل تشير أيضا إلى الأقمطة في المزود؟ طبعا تشير إلى كل ما تم عمله مع السيد المسيح في الصليب والأكفان وكل حاجة. ولذلك احنا بنعيش المراحل الخلاص كلها. يعني الصينية بتشير للمزود، والقبة مع الصليب يشير للنجم اللي أشار إلى مكان ميلاد السيد المسيح. واللفافة اللي بتتحط في الصينية إشارة للتبن اللي كان محطوط، لأن تعومل سيد المسيح كحمل بأقمطة. يعني تلف إيديه ورجليه وجسمه بأقمطة زي الحمل اللي بيتولد. واتولد في مزود حملان خراف مش بقر زي ما كانوا بيقولوا في الترنيمة، في الترنيمة بتاعت الأطفال. ولذلك مهم قوي إن الناس تفهم كيف نستعد للقداس، لأنها مناسبة مش عادية. بنتقابل مع المسيح الذبيح اللي مات من أجلنا، اللي دفع ثمن خطيتنا، اللي قادنا للحياة بدل الموت. إذن المعنى العام هو الإعداد، وفي ثلاث إشارات لللفائف بالذات. الأقمطة والأكفان، وأيضا إعداد العلية، يعني أعدوا العلية للفصح. بالضبط. لازم كل حاجة يبقى لها إعداد. وكنيستنا القبطية الأرثوذكسية نفخر بأنها منظمة جدا جدا. يعني حرص الآباء البطاركة والأساقفة إنهم يضعوا نظام قوي جدا جدا محدش يقدر يخترقه. نظام قوي. نظام ثابت ووراه معاني عظيمة يعني. بالظبط كده. يعني سيدنا لو عفوا بعض الآباء بيشيلوا اللفايف ما عدا اللفايف اللي تحت الصينية، وبيبقى لسه طبعا الجسد موجود على المذبح. يعني ده يعني معنى مش مظبوط. ده خطأ. المفروض يسيب. ده خطأ. لأن ما حدش بيعمل زينة لوجود ملك أو رئيس ويشيل الزينة وهو موجود. موجود. ما ينفعش طبعا. والكاهن هو اللي فرش المذبح، هو اللي بنفسه بعد ما الذبيحة خلاص بتوزع أو الأسرار بتوزع على كل المتناولين، هو بنفسه اللي بيشيل اللفايف دي. بالظبط. مش الشماس. يعني ده مش عامل الشماس. بعض الشمامسه يعني ايه بيحطوا ايديهم كده يشيل هو بنفسه، مش عارف ايه، مهما كانت رتبته. عن غير فهم يعني. ايوه عن غير قصد ايضا. بس الكاهن بقى الخديم هو المسؤول.
طب ومناسبة الكاهن الخديم يا سيدنا، هل يفضل أن الكاهن الخديم هو اللي يفرش المذبح بنفسه؟ آه طبعاً طبعاً، بس ساعات الأباء الأسقفة بقى هو اللي هيبقى الخديم طبعاً يعني. بس يعني الأباء كان بيجهز اللي هيساعده في القداس فرش المذبح ممكن يعني. ولما يكون في سهرة ولا حاجة الأسقف بنفسه اللي بيفرش المذبح. طيب سيدنا امتى بقى يعني برضو نيافته كده فتحت ذهننا للوقت اللي احنا بنفرش فيه المذبح؟ يعني في بعض الاباء بيفرشوا المذبح هم لسه بالملابس السوداء اللي هي مش ملابس الخدمه، لكن يعني قريت في بعض المراجع ان المفروض الاب الكاهن عشان يفرش المذبح يكون ارتدى ملابس الخدمه اللي هي التونيا البيضاء. والحقيقه قديما كان الاباء يلبسوا في رفع بخور باكر، وده بيحصل في الغطاس. أي. لأن في صلاة اللقان قبل رفع بخور باكر بيحصل، وكان بيحصل في كل قداس كده أنه في رفع بخور باكر يبقوا لابسين داخل الكنيسة لابس لبس الخدمة. فإذا في الأصل برضو فرش المذبح وإحنا لابسين الملابس البيضاء اللي هي ملابس الخدمة، الدنيا والصدرة والطيلصانة بتاع الكاهن أو العمة البيضاء بتاع الأسقف كده يعني. برضه يا سيدنا يعني هل ينفع أن بعض الآباء يفرشوا المذبح ليلة القداس؟ يعني أنا عندي قداس الصبح. لماذا؟ وأنا موجود في الكنيسة في إزاي يقعد المذبح مفروش طول الليل؟ إزاي يعني؟ برضو ده خطأ تقصي. طبعا ده خطأ كبير كمان يعني. وطبعا في أماكن بيبقى سهل إن في تراب بينزل مثلا، يعني هتبقى مسألة مش لائقة أبدا يعني، غير لائقة بالمرة يعني. بعدنا عن المعنى يعني. وما الضرورة؟ إيه الضرورة؟ مفيش ضرورة. ممكن الضرورات تبيح المحظورات في بعض الأمور، بس ما تبقاش الضرورات هي القاعدة. بالظبط كده يعني. المريض مثلا بيتناول وهو واكل، واخد الدواء، مريض ومش صايم كمان وممكن يتناول، يعني دي ضرورة لأنه مش قادر يصوم عشان صحته. وعندنا الكنيسة والسيد المسيح بيفضل الصحة عن الصوم، الصحة لازم تراعى كوزن الجسد يعني. طبعا جسد وزنه ده هيكل للمسيح. فمهم قوي ان الانسان يبقى مدرك مسؤوليته فين وربنا هيحاسبه عليها، دي مهم قوي. هو اذا تم فرش المذبح يبقى لازم يقام قداس، يعني ترفع ذبيحه. طبعا. فازاي هفرش المذبح وانا مش عارف يعني بكره جاي ولا مش جاي ولا لا دي استهانه. استهانه ما حدش يقبلها ابدا يعني. واللي يعمل كده لازم يحاسب. لازم، لأن اللي يعمل الصغيرة يعمل الكبيرة. الحساب يمنع. بس هي سيدنا يعني زي ما نيافتك ذكرت هو غير مقصودة طبعا، ولكن دور البرنامج إنه يوضح المعاني. يوعي. طيب يا سيدنا يعني في معاني كثيرة برضو في فرش اللفايف على المذبح. بنلاقي في ثلاث لفايف بتظهر قدام الناس مثلثة. فإيه المعنى إن يبقى في ثلاث لفايف مثلثة الناس شايفة؟ واللفايف المثلثة تشير إلى عمل إلهي فائق للطبيعة. دايما كده. عمل ثالوثي. ولذلك الشماس بيمسك لفافة مثلثة وهو بيقول الاعتراف. ومسك الصليب في اليمين وشمعة في اليسار. فاللفايف المثلثة التلاتة إشارة إلى عمل الثالوث في هذا السر، لأنه عمل سرائري مش سكرت. ساكرمنت سرائري مش سري. مش حاجة في السر يعني. لا ده حاجة سرائرية. يعني بتتم بعمل إلهي فائق للطبيعة. عشان كده بنعمل بقى الثلاث لفايف المثلثة.
نصهم بيتغطى ونصهم مش باين ثلاثه عدلين ونصهم بيبقى باين عشان نبص للمذبح نعرف ان ده عمل الهي. يعني الجزء المتغطي ده يشير ان هو عمل سرائري بالظبط مش باين. والجزء المثلث يقول ان هو عمل ثالوثي فائق للطبيعه يعني بالظبط. لان احنا اللي باينين دورنا مش الدور الكلي في السر ده في عمل الروح القدس طبعا. الاب قابل الذبيحه والابن الكلمه المتجسد هو الذبيحه والروح القدس يعمل في السر في البعد السرائري يقدس القرابين بالظبط. عشان كده مهم قوي ان الكاهن يبقى واعي ان ده عمل الهي بس هو الوسيله ده عمل ربنا. سيدنا البروسفارين اللي هو المفرش الكبير اللي بيتحط بالنسبه اللي بوضح يعني بيغطي بيه المذبح كله مين يفرش البروسفارين؟ ما هو لازم الخديم وقصاده حد من المشتركين معه. لا في الفرش في البدايه خالص سيدنا يعني ده بيتحط ورا الكاس يوضع الاب الكاهن يحط ورا الكاس اللي بيفرش المذبح يعني الاب الخديم او الفرش المذبح هو اللي بيضعه خلف الكاس بالظبط مش عمل الشماس يعني لا طبعا الشماس عمله ينبه الشعب بس المره الوحيده اللي بيكلم فيها الكاهن لما بيقول خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله دي المره الوحيده اللي بيكلم فيها الخديم وكانه بيطمنه على خلاص نفسه يعني انه استفاد من السر لان في صلوات سريه بقى بتبقى فيها توبه قويه وفيها انسحاق قدام ربنا عشان ربنا يستجيب ويدي للانسان فائده روحيه. طيب سيدنا المستير الى اي شيء يشير؟ المستير هو المعلقة طبعا المعلقة المستير كان الاول بيتناوله من الكاس فكان ممكن يقع فالمستير هو الملعقة لتناول الدم وكانوا زمان يحطوا فيها البخور لما يقول وتجسد تجسد وتأنس كان يحطوا بيها البخور وينظفها بعد كده يعني. فالمستير هي وسيلة تناول الدم. طب ليه سيدنا في تجسد وتأنس بالذات الكاهن يستخدم المستير في البخور؟ هل برضه ليها إشارة التجسد اللي تجسد احنا بنقول تجسد وتأنس من بياخد كده المستير من جار الكاس يعني جنب الكاس وينزل بيه إشارة للتجسد؟ وبرضه أشعياء النبي لما ملاك مس شفتيه ملعقة زي كده يعني أو جمرة قال له ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود وكان زمان في العهد القديم ربنا يقول لا يراني أحد ويعيش لأن كان الإنسان بقى في الخطية موحول قبل الخلاص يعني يا سيدنا يعني التفسير دوت جه في اسم القداس الكرولوسي وكما طهرت شفتي عبدك اشعياء النبي أيوة. اذ اخذ احد السرافيم جمره بالملقط من على المذبح وطرحها فيه اللي هو فمه يعني وقال له ان هذه لمست شفتيك ترفع اثامك وتطهرك من جميع خطاياك هكذا نحن ايضا الضعفاء الخطاه عبيدك الطالبين رحمتك تفضل يا رب طهر نفوسنا إلى آخر كلمات القسم. ملعقة مسك بها جمرة من على المذبح وطهر بها شفتيه فده يعني إشارة للمستير اللي بنتناول به دم المسيح والكاهن بيتناول به الجسد لما يكون شريك أو أسقف شريك مع أسقف يعني درجة متساوية يعني أو رتبة متساوية ودي بتبقى باينة فيها بقى تحقيق الآية اللي هي
ان احد الصرافيم خد جمره وحطها في فم اشعياء النبي او صح. على شفتيه. ان هذه مست شفتيك. مجرد تمسها يعني. يبقى يعني المستير يرمز الى الملقط. ايوه. اللي استخدمه احد الصرافيم. الصرافيم دول من اعلى رتب الملائكه. يعني من اعلى الرتب الكراسي الاربعه اللي حوالين العرش، اربع كائنات الحيه غير المتجسدين، وال24 شفيع دول حول العرش الالهي، دول بقى يعني اعلى الرتب يعني العروش والكراسي وكده والارباب. والارباب والقوات. طيب سيدنا برضو عدد اللفايف قد ايه وتشير الى ايه؟ هي 12 لفافه بكله يعني. يعني احنا قلنا ثلاثة مثلثين وثلاثة فوقيهم. ايوه. ادي ستة واثنين على الكرسي بتاع الكاس. ايوه. ثمانية. واثنين حوالين كرسي الكاس. عشرة. واثنين على الصينية. على الصينية 12. 12. بعدد ملكوت الله، ما رقم 12 يشير إلى ملكوت الله. ثلاثة في أربعة، ثالوث في أركان الأرض الأربعة. لازم يكون عددهم 12. 12. فتلاتة أو يعني في بعض الآباء مش بيحطوا تلاتة، بيحطوا خمسة مثلا، خمسة فوق المسبح. ويستغنوا عن الاثنين اللي جنب حوالين الكرسي الكاس. ممكن الاثنين يبقوا يكملوا المسبح يعني. بس المهم يكون عددهم 12 كلهم. بالظبط. ده غير اللفافة اللي هي جوه الصينية ديت. تشير إلى زي ما نيفتك قلت. أي. إلى التبن اللي التبن. كان في المزود. طيب سيدنا برضو يعني في غسل الايدي، وده يعني تنقية. طقس مهم جدا. طبعا. اغسل يدي بالنقاوه. دي الصلوه الثالثه يقول كده. اغسل يدي بالنقاوه واطوف بمذبحك. فدي مهم قوي النقاوه. طب إيه غسل اليد بالذات يشير إلى العمل، يعني الإيد ترمز إلى العمل مش كده؟ إلى تنفيذ السر المقدس يعني. مش مسألة نظافة جسدية. أيوه. لكن نقاوة روحية. دي مهمة قوي برضو. أيوه. يعني مش واحد بينظف جسمه بس، ده النقاوة الروحية بقى اللي بالمغفرة والتقرب إلى الله والتطهير اللي الإنسان بيناله يعني. بس يعني المعنى برضو بتاع النظافة الجسدية موجود، يعني أقصد أن لازم أتمم العمل دوت يعني. طبعًا. مش معقولة طبعًا. عشان هو معنى روحي ما اغسلش إيديا. لا طبعا لازم. وأصل النقاوة عمل الروح القدس. مش المية. طبعا. دي مجرد إشارة يعني. تنظيف. والكان الاب الكان يقول تنضح علي بزفاك في العباره الاولى. فاطهر. اغسلني فابيض في العباره الثانيه. تسمعني سرورا وفرحا فتتاج عظامي المنسحقه المتواضعه. في الاخر اغسل يدي بالنقاوه واطوب مذبحك يا رب لكي اسمع صوت تسبيحتك وانطق بجميع عجائبك. هل يا سيدنا العبارات الثلاثه دولت يشيروا الى عمل الكاهن؟ يعني الأولى تنضح علي بزفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تشير إلى سير التوبة والاعتراف. الاعتراف طبعا. من ناحية الروحية يعني. طبعا. يعني هو جاي تائب ومعترف. أي. حتى الأسقف يعني كلنا يعني لنا اعتراف طبعا. طبعا طبعا. بس هي الفترة بقى اللي بيقعدها المعترف مع أب اعترافه بيتفقوا على المدة يعني. أي. بس هو في حالة توبة باستمرار. طبعا. حالة التوبة هي يعني رفض القلب الخطية. ورفض الخطية. رفض الخطية والاعتذار في حالة الفعل يعني. حالة الخطية يعني. ان انا بضعف حصل مني كذا. تمام. لكن مش همنع نفسي من التناول. لا طبعا. لا. احنا كلنا محتاجين كاحتياج. طبعا. أسرار دي من أجل الخطاة. يعطى لغفران الخطايا. أيوه.
وده الشيء المطمئن، أو لتحويل الخطاء إلى أبرار. العبارة الثانية سيدنا تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنصحقة. يعني بمعنى العظام مش باينة، يعني يبقى في مسرة داخلية، يعني فرح داخلي بالأسرار، وده أقوى نوع من أنواع الفرح. يعني الفرح الخارجي ساعات يعمل مشاكل، لكن الفرح الداخلي بعمل الروح القدس ده بقى اللي بنسمي التسبحة تهليل تسبيح كده، يعني يعبر عن هذا الفرح. يعني في العبارة الثالثة يقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لكي أسمع صوت تسبحتك وأنطق بجميع عجائبك. حاجة جميلة الحقيقة، كلمات رائعة، بس المهم الإنسان يعيشها بقى. يعني يبقى فرحان بعمل ربنا. يعني سيدنا الاغتسال مهم، اللي هو غسل اليد مهم. يمكن معلمنا بطرس الرسول لما رفض أن السيد المسيح يغسل له رجليه، فالسيد المسيح قال له إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. يعني لو ما زي إشارة للمعمودية، ما غسلش رجليه مالوش نصيب في السماء. ليه بقى؟ لأن غسيل الرجلين إشارة للتوبة والحياة مع المسيح. يعني الاغتسال بالنسبة للرجلين، الرجلين أكتر جزء معرض للأتربة، يلمس الأرض يعني، أو يعني يبقى قريب من الأرض، يتعامل مع الأرضيات. إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. ولذلك غسل الرجلين مهم قوي في اللقانات والحاجات دي يعني. وغسل الجزء يعني يعتبر غسل للكل؟ طبعا طبعا. زي أي خدمة بنؤديها لأي شخص هي خدمة بتؤدى للكل، مش الشخص ده بس يعني. يعني تبريك منازل، نخش بيت نصلي صلاة البركة، مش كده؟ وده في كل البيوت. صلاة الحميم مثلا لطفل لسه في السبوع بتاعه، يعني برضو ده بيتعمل لكل الأطفال، وهكذا يعني. سيدنا الخميرة في القربانة، والإشارة بتاعتها نيافتك شرحتها كتير، بس نحب نيافتك اشرحها لنا تاني. هو الخميرة إشارة للخطية، فعلشان كده العجين يبقى خمير مش فطير. وذلك القربانة تلاقي مختمرة، مختمرة يعني فيها خمير، إشارة أن المسيح حمل خطايانا، حمل عنا خطايانا، وهذا مفهوم الفداء. لكن الخطية ماتت لما القربانة دخلت الفرن بالنار، فماتت الخطية. يعني حمل خطايانا لكي نتبرر نحن، خد خطايانا وأعطانا بره، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. ده جزء من التسبحة برضو. مرد جميل أوي أوي. كان سيدنا برضو في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا يقول الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. الجسد طبعا. فإذن أدان الخطية في الجسد، فالخميرة تبقى موجودة لأنه بار. أدينت الخطية ليتبرأ الإنسان. مهم قوي الجزئية دي الحقيقة، معاني جميلة، وهنستكملها سيدنا بعد إذن يفتك بعد الفاصل. يا بسرعة كده. فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل الأنباء بنيامين.
أعزائي المشاهدين، مرة أخرى مع نيابة الحبر الجليل الأنباء بنيامين وبرنامجكم طقس، ومعنا سيدنا بيكلمنا في معاني طقسية، والنهاردة بالذات بيكلمنا في فرش المسبح، وندخل على حاجات تانية أمور أخرى. لكن قبل ما نسترسل مع سيدنا بنوجه سؤال لسيدنا من أبونا شنودة، أو بالمعنى الأصح من الصم والبكم، في موضوع مدى تدخل الأهل أو الأسرة في الحياة الزوجية. يمكن الموضوع دوت يعني مش داخل مع موضوع الطقس بتاعنا، لكن زي ما سيدنا بيستقبل تليفونات من حضراتكم في أي موضوع، فأيضا الصم والبكم دايما بيحملوا أبونا الحبيب أبونا شنودة ببعض الأسئلة اللي تخصهم هم بالذات. فسيدنا، إلى أي مدى تدخل الأهل؟ يمكن أبونا شنودة شرح لي شوية بالتفصيل أن بعض الأهالي يبقى حتى معاهم مفتاح شقة الزوجية بتاعت ابنهم أو بنتهم، ويدخلوا أو معاهم يعني تفاصيل التفاصيل في حياة الزوجين، وبيتدخلوا بالتالي بيضروا قوي العلاقة بينهم، وجايز بتوصل لفشل زوجي. هو الحقيقة عندنا في ترتيب الكنيسة لازم في أب اعتراف للزوجين، مش كل واحد منهم يعترف عند أب اعتراف، لازم أب اعتراف واحد يفضل، لازم مش بس يفضل، علشان يبقى فاهم العيوب بتاع الاتنين وبيفطنهم ويعرفهم ازاي يتعاملوا. بدون هذا ما يقدروش يلتقوا، لان كلنا مختلفين عن بعض، يعني الصوابع بتاع الايد الواحده مختلفه، فيش صبع زي التاني، لكن في اعصاب وفي حاجات بتوحدهم يمثلوا ايد واحده. فمهم جدا ان يكون في اب اعتراف لكل زوجين بحيث يقدر يوجههم، لان اي حد من اسره الاثنين هيبقى منحاز للطرف بتاعه بالعاطفه، يعني بيبقوا منحازين للي يخصهم سواء الزوج او الزوج. ولذلك انا دايما انصح الزوج انه لما يحصل حاجه من الزوجه يقول لاهلها مش أهله. إن لزم الأمر، يعني لو حلوا المشكلة بينهم وبين بعض يكون أفضل. طبعا. لكن لو تعقدت الأمور يبقى أبونا، وكمان يدخل الطرف اللي المشكو في حقه، اللي النوع منه أعمل مشكلة. دي مهمة أوي. يمكن سيدنا الأب اعتراف بتاع الزوجين زي الفكرة بتاعت طبيب العيلة زمان. يعني بقى ده الطبيب بتاع العيلة اللي عارف التاريخ المرضي بالظبط بتاع العيلة كلها، فيقدر ينصح، وعارف ايه الدواء الفعال مع مع الناس. تمام. فبيقدر فعلا يوصف الدواء. تمام بالظبط. شكرا سيدنا، نيابتك أجبت. يعني بقى المفروض ما يتدخلوش إلا في الضرورة القصوى، لما تبقى حاجة يعني مهمة جدا، ويحاولوا لو تدخلوا يتدخلوا بإنصاف وبحيادية. يعني أنا بنصح الزوجين إن محدش منهم يدي خبر لأهله بأي خلاف بينهم. نخليها الأول في محيط أب الاعتراف. وكل ما كان المحيط ضيق كل ما الموضوع بيتحل أسهل، وكل ما الموضوع بينتشر في العيلتين بيبقى صعب، لأن اللي له واللي مالوش هيقول اقتراح، وتلاقي الاقتراحات كلها عكس بعضها، فالدنيا تبوظ، يعني مش هيبقى فيه سلام. يعني يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته، يكونوا جسد واحد. لازم يكون في طبيب لهذا الجسد الواحد هو أب الاعتراف. وما يدخلوش بقى أسرهم في الموضوع. وعلى فكرة الأجانب بيقولوا على الحما mother in law، في موضع أو في حكم الأم. الاثنين بقوا جسد واحد. شكرا سيدنا. نيابتك كنت بتشرح لنا أن الخميرة موجودة في القربانة اللي بتقدم عشان تكون جسد السيد المسيح. شرع أن السيد المسيح حمل خطايانا، هو بلا خطية لكن حمل خطايانا. الله إذ أرسل
ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية بالجسد. في الجسد. النقطة الثانية سيدنا أن القربانة اللي بتقدم عشان تكون جسد الرب مش مفروض يكون موجود فيها سكر ولا ملح. لأن السكر إشارة للشر، ساعات الشر بيبقى حلو، والملح للإصلاح، وده بيتحول لجسد المسيح، ده المصلح للكل، مش محتاج إصلاح يعني. فلا يوضع فيه لا سكر ولا ملح. معانا دكتور شريف، أشكرك. ألو، مساء الخير يا سيدنا، نقبل الأيادي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا، تعيش يا سيدنا. أولا بشكر نيابتك على تعبك في الخدمة. بشكر نيابتك على الحلقة الجميلة جدا جدا، حقيقي الواحد يستفيد منها قوي. وبشكر فريق الإعداد أبونا سربامون وأبونا شنودة واللي ورا الكاميرات. شكرا. اسمح لي بسؤال يا سيدنا لو سمحت. تفضل. نيابتك ساعة رسامة الأب الكاهن في نهاية أثناء الاعتراف، ليه بيضع يده على الذبيحة؟ هو بيضع يده على يد الأسقف. علشان معناها إنه رسم كاهن عشان يتسلم الأسرار. هيعمل قداس بعد كده. وبعدين بعد الرسامات بيحفظ بقى الألحان والطقس، ويحضر بقى كم قداس كده شريك، لغاية ما يتمكن من الحفظ والتسليم. تقريبا بياخد نص المدة، 40 يوم، نصهم 20 و20. في 20 الأولانيين بيتمرس ويتمرن ويستلم الذبيحة بقى، ويصلي 20 يوم اللي باقيين قداسات كتير، عشان لما ينزل بقى في وسط الشعب يبقى عارف هيعمل ايه. شكرا دكتور شريف. يا سيدنا، ده برضو التقليد، إشارة للتقليد أو تسليم اليد ديت. وهل يمين الشركة ولا يمين الشركة؟ بيحط إيده اليمين. اليمين، يمين الشركة. بالظبط. سيدنا معانا برضو أستاذ، معانا أستاذ ثابت، أهلا بيك. مساء الخير. سنور، اتفضل بسؤالك. برب الله يا سيدنا. أهلا بيك حبيبي. سؤال عن الجمال، كيف الأنهار والبحار تسبح الله وهي جبل؟ عاوز أفهم الحتة دي. هي يقول إيه؟ والجبال والأنهار كيف تسبح وهي جمال؟ إزاي تسبح؟ يعني في التسبحة إن الأنهار والبحار والجبال بتسبح الله. كل حاجة من دول بتعمل صوت معين، يقول لك خرير المياه كده، يعني صوت الرياح، يعني بيعتبروها مخلوقات تسبح الخالق، بس هي غير عاقلة طبعا يعني. يعني تنطق بوجود الله. ايوه، وتخضع لله. يعني الرياح لها أسباب، لكن لو ربنا مش عايز الأسباب تتحصل مش هتحصل. فنحن نسبح الله في خليقته. أيوة. هي البحار أو الأنهار أو الجبال. أيوة. يعني لأن وجود الجبل بيخليني أعرف أن في خالق طبعا وراء الجبل أو البحر أو النهر. طبعا يبقى فيه تسبح. والحقيقة لما رحت أورشليم في تجليس نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران أورشليم وبعض البلاد الشرق الأدنى، الشرق الأدنى، كنت أشوف في الكتاب المقدس في التجلي يقول تجلى على جبل منفردا. الجبل فعلا لما رحت هناك لقيت في سلسلة جبال متصلة، والتجلي على جبل لوحده. الجبل هو المنفرد، يعني جبل لوحده، لأن المسيح ما كانش منفرد، ده جاله موسى وإيليا. وكان موجود 3 تلاميذ، بطرس ويعقوب ويوحنا. فمنفردا على الجبل. يعني برضو الواحد لما بيشوف الحاجة برضو بيفهم الكتاب المقدس مظبوط. جميل. معنا سيدنا أستاذ وصفي. ألو. أهلا بيك أستاذ وصفي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل بسؤال. كان سيدنا ام بنيامين. انت على الهواء، اتفضل. اتفضل. نقبل الينا سيدي. اهلا بيك حبيبي. في استفسار بس، بتقرا عموس النبي يا سيدنا في الايه 6
بيقول من اجل ذنوب غزه الثلاثه والاربعه، وفي وبرضه في ايه ثانيه من اجل ذنوب دمشق الثلاثه والاربعه. نيتك تعيش وتعلم، عايزين نعرف الثلاثه والاربعه دي معناها ايه؟ نفسك سمعت؟ هو بيسال في سفر عاموس اصحاح 6 اي بيتكلم عن الذنوب الثلاثه والاربعه. ذكرت في سفر عاموس الذنوب الثلاثه والاربعه. ده اكيد ما قايلهم. مش قايلهم. لا ذاكر يعني عددهم. نرجع للنص ونشوفه. عددهم. نرجع للنص ونشوفه. عاموس 6 وسيدنا هيجاوبها الحلقه الجايه. ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا استاذ وصفي. سيدنا نسمع كلمه او جمله استبراء الحمل والابركه. انه يعني بريء من كل عيب يعني. استبراء الحمل. يعني القربانة كاملة الاستدارة، الختم واضح، الثقوب الخمسة واضحة، الصلبان بتاع الختم واضحة، كل حاجة واضحة يعني. فاستبراء يعني انها بريئة من كل عيب. ايوه لان المسيح بلا عيب. ما يصحش تكون الذبيحة اللي بتعبر عنه فيها عيب. فهذه يعني معناها إثبات براءة. استبراء أو صحة أو نقاوة الخبز والخمر. عشان كده بيعملوا عديد من القربان عشان يختار المناسبة اللي هي تنطبق عليها الشروط دي يعني. سيدنا يعني ردا على الأستاذ وصفي، قد يكون بس نيافتك هتجاوبنا المرة الجاية، قد يكون الخطايا الثلاثة والأربعة النفس والجسد والروح، بس نيافتك هتجاوبنا بالتفصيل المرة أكيد الجاية. فيها نص يعني. يا ريت اللي يسأل سؤال في الإنجيل يقول النص كاملا. لأنه بيقول جزء ويسيب جزء. في تقسيمنا القبطي سيدنا بنستخدم خبزة واحدة وكأس واحد في سر التناول. لماذا؟ وعند بعض اخواتنا الاشقاء الكنائس الشقيقه ساعات يستخدموا قربانتين اكثر من خبز كده يعني. لكن احنا الذبيحه واحده. مسيحنا واحد. فيبقى قربانه واحده وكاس واحد. لماذا التعدد يعني؟ مفيش تعدد. برغم ان وحده الايمان يعني احنا في نفس الوحدة مختلف. ده الطقس بس مختلف. احنا حتى لو الايمان واحد الطقوس مختلف بس. يعني اخواتنا الاحباش، اخواتنا السريان، الارمن، في حاجات كتير مختلفه في الطقس برغم ان احنا متفقين تماما في الايمان. بس دوت كلشر او ثقافه وليهم اكيد معاني. لا بس برضه السكيلتون بتاع القداس واحد. بس بقى طبعا في تغيرات اخرى يعني. سيدنا طبعا سر الافخارستيه بيكون بالخبز والخمر او الخبز وعصير الكرم، فلماذا الخبز بالذات وعصير الكرم بالذات؟ هو السيد المسيح اللي حدد يعني. اولا دي الاجابه. لان هو كان عشاء الفصح كده، خبزه وكاس. فكان عشاء الفصح قدام كل واحد خبزة وكاس. فكلهم أكلوا الخبزة والكاس بتاعهم وشربوا. والسيد المسيح أبقى الخبزة بتاعته والكاس بتاعه. وعمل بيهم سر الإفخارستية. خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دم. يبقى عشاء الفصح كان رمز للعشاء الرباني أو العشاء السري. سيدنا هو يمكن القديس كبريانوس بيقول عندما دعا الرب بالخبز جسده أشار إلى شعبه الذي حمله إذ صاروا في وحدة. فالخبز هو حصيلة اتحاد كثير من حبات الحنطة. فيمكن ده سبب برضو. ممكن ده برضو معنى جميل. يعني حبات الحنطة بتغسل وتطحن وتبقى دقيق. ده كلام دقيق طبعا. ايوه طبعا يعني. يقول وعصير الكرم هو حصيلة كثير من حبات العنب. طبعا بنفس المفهوم يعني. طبعا يعني باعتبار ان السر ده بيوحدنا في المسيح. خلينا واحد. جميل. جميل. وسيد المسيح اعلن نفسه ان هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياه
للعالم. للعالم قال كده فعلا في يوحنا 6 أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم. وعصير الكرم أو الخمر في العموم يشير إلى الحب. أيوة. ليس حب أعظم من هذا؟ وقال أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام ونحن الأغصان والكل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار لأنه هينشف ما فيش ثمر، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. إذن الثمر مطلوب. تمام. الثمر هو المقياس. يعني لو في شجرة ما بتثمرش هيخلوها ليه؟ اللي إذا كانوا بقى عايزينها زي مظلة كده يعني، لكن ما بتثمرش خلاص. الكل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. السيد المسيح لعن التينة ليه؟ النبي لصمر لأن لقى التينة في نفس الوقت فيها ورق والورق بيطلع عشان يخبي الثمر يحافظ عليه يعني. هي كانت ورق بلا ثمر، فلما راح لقاها ورق بلا ثمر منظر، فقال لها لا يأكل منك أحد ثمرا بعد اليوم، فيبست من أصله. ودي كان إشارة طبعا للأمة اليهودية كما قال الآباء يعني. سيدنا في الصلوة هي مقدمة القسمة، فالصلوة بتاعت مقدمة القسمة اللي هي بدايتها أيضا فلنشكر الله ضابط الكل. هل من المفروض أن يصليها الكاهن الخديم؟ طبعا من أول وهدنا، عشان الأسقف بيقول إريني باسي يعني يعني أعلى رتبة يعني. مفروض من أول وهدنا. بس تجاوزا يمكن الأب الأسقف ممكن يقول إريني باسي وبعد كده يبتدي يقول مقدمة القسمة. بيفضل أنه يبتدي من وهدنا إلى ملكوتك باعتبار هو القائد اللي هيهدي الناس للملكوت. أي. صح. طب سيدنا في هذه الصلوة الأب الكاهن بيصلي بيقول يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية غير المائتة. إيه المعنى بتاع شركة وإصعاد وإصعاد بالذات؟ ما هو إصعاد بمعنى بعد ما بنوزع التناول الجسد والدم بنقول المزمور اللي بيدل على الصعود، دي لحظة صعود المسيح. إذا احنا بنصنع تذكار بيسقف على ايده كده ويقول صفقوا بايديكم. ايوه. إذا التناول او التوزيع دوت هو إصعاد. إصعاد طبعا. يعني إصعاد بمعنى علو الإنسان إنه أخذ المسيح فيه. وكمان إصعاد للكنيسة كلها اللي تمتعت بشركة المسيح في الأسرار المقدسة. جميل. ويمكن السادة المشاهدين مش بيشوفوا قوي الجزئية ديت أو البعض بيشوفها دلوقتي، الشاشات بينت كل حاجة في الكنائس. أيوة. بيقفوا شايفين كل حاجة. الأب الكاهن بصباعه السبابة بياخد من الدم وبيعمل يعني بيحيط الجسد بالدم، لأن بيقول هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. فالمعنى هنا هو كده يا سيدنا؟ طبعا. يعني مش جسد ودم حاجة تانية يعني مختلفين، مرتبطين ببعض. طبعا مرتبطين ببعض. طب سيدنا بنشوف الشماس ماسك شمعتين واللفافة مثلثة. ايه المعنى؟ لفافة مثلثة قلنا انها دليل عمل الله الفائق. اخطيت، هي شمع وصليب. انا قلت شمعتين، صليب وشمع. أي. الصليب باعتبار ان دي ذبيحة الصليب. والشمعة نموذج، مش الشمعة دلوقتي اللي بالكهرباء، لا ده في حجر كده بينور. الشمعة اللي بتذوب اشارة الى بذل الذات. ولذلك بننور شمعة قدام القديسين لانهم امثولة في بذل الذات. يعني الشمعة بتنقص بتقل 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 بتذوب عشان تضيء. هكذا الإنسان يقدم
بذل الذات لكي يضيء للآخرين. إذن الشمعة تشير للبذل والتضحية. اللي صنعه السيد المسيح؟ الفداء اللي صنعه السيد المسيح؟ طبعاً. ما هو بذل ذاته عنا على الصليب، مات من أجلنا لكي نحيا. وهل برضه سيدنا إشارة للملائكة اللي كانوا محاطين بالسيد المسيح في أحداث الألام؟ طبعاً الملائكة سبحوه، كانوا موجودين لتسبيحه يعني كإله. يعني معاني فعلاً جميلة ورائعة جداً ودقيقة، ويمكن غير واضحة لبعض الناس، أن يفتك بتوضحها بالتمام يعني. صدقني لو هنتكلم في التفاصيل مش هتاخد كم دقيقة، هتاخد كم ساعة. أنا بنحاول نختصر بس علشان يقدروا يستوعبوا الموضوع يعني. يمكن في الكليريكية بقى الشرح بيبقى أكثر من هذا بكثير طبعا. احنا فعلا عاملين يعني بنجري بسرعة عشان ناخد أكبر كم يعني من المعاني الجميلة. في نهاية الاسم سيدنا بنصلي أبانا الذي في السماوات. ليه؟ ووصية السيد المسيح للتلاميذ: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. فدي صلاة لازم تقال يعني. بعد الصلوات القسمة بنختمها بأبانا الذي. يمكن هنا بقى يعني بالخلاص تحقق ان احنا فعلا اصبحنا ابناء ننادي للاب السماوي. فبنصرخ وبنقول ابانا الذي في السماوات. تمام. معنى فعلا جميل ودقيق جدا، لما الواحد بقى يصليها وهو فاهم المعنى بتبقى طبعاً. جميله طبعا. اكيد. عشان كده نصلي بالروح وبالذهن ايضا. والحقيقه اهميه الكلام عن الطقس، ان الطقس اصله عدم فهمه كوسيلة ما بيوصلش للهدف. يعني علشان الإنسان يصل إلى الهدف من الطقس كوسيلة لازم يفهمه. عشان كده بنقعد بقى نشرح للي بيترسم كاهن جديد، يعني بيقعد تقريبا 3 أسابيع في الشرح وحفظ الألحان بتاع القداس وفهم الصلوات بتاع القداس. وأنا يعني بحاول في 40 يوم أديله فكرة عن كل حاجة. يعني اللي مسؤول عن الألحان في الإبرشية يحفظوا الألحان، المسؤول عن الطقوس، المسؤول عن الطقس يسلموا الطقس، والوكلاء بتوع المناطق يحكوا له عن مشاكل الأحوال الشخصية والأسر. يعني كل عشان يعرفوا منطقة لها كده، عشان يعرفوا الأهوال اللي هو رايح لها. الأهوال الشخصية. أيوه. يعني سيدنا بعد القيامة السيد المسيح بيقول لمريم المجدلية: اذهبي قولي لإخوتي إني صاعد لأبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فإن هو يعني أصبحنا يعني ما هي البنوة إخوة. إحنا خدناها بالتبني من الإبن الحقيقي. وهو أخذ بشريتنا عشان يبقى رأس البشرية الجديدة، صار بكر بين إخوة كثيرين. عشان كده قال أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لأنه هو يعتبر آدم الثاني رأس البشرية الجديدة. احنا في القداس بنصنع ذكرى ميلاد السيد المسيح والصلب اللي هو الفداء والقيامة طبعا. فبعديها بنصرخ أبانا الذي في السماوات زي ما السيد المسيح اذهبي قبل بقى المجدلية. القدسات للقديسين والحاجات دي قبل التناول والاعتراف وكده، يعني اعتراف الصلوة الأخيرة في القداس. طب إلهي وإلهكم. طبعا دي لا تسبب لنا إزعاجا يعني، عشان لا طبعا إلهي لأنه ما أنا قلت آدم الجديد. بشرية جديدة. يعني إلهكم تجسد وتأنس لكي يكون رأس البشرية الجديدة. هو إلهنا بسبب أنه هو خلقنا طبعا، لكن إله بالنسبة للسيد المسيح بسبب تجسده إنسان، تجسده. إلهي وإلهكم وأبي وأبيكم. أبي وأبيكم وإله وإلهكم. علشان كده بنصلي أبانا الذي طبعا. لأن احنا بقى
أخذنا في الصلوات كأبناء بقى للآب السماوي يعني. في آخر الاسم بقى أن نقول أبانا الذي في السماوات، الصلاة الربانية. طيب سيدنا في الآخر خالص، في آخر القداس بيبقى الأب الكاهن بيرش الشعب بالمية، برضو إيه المعنى؟ هو أولا نوع من الافتقاد، بيمر في وسط الشعب كده يعرف مين اللي حضر عشان يعرف مين اللي ما حضرش ويسأل عليه، يعني جاز مشغول، جاز مريض، أو جاز فيه مشكلة، أو جاز تعبان. فهو نوع من الافتقاد، دي أول حاجة. وكمان المية اللي بيرشها مرشومة وحضرة القداس، فبتبارك الشعب فيشعروا أنهم أخذوا بركة. والبركة مش مجرد حاجة حسية أو جسدية، لكن دي بركة روحية شاملة تفيد الروح والنفس والجسد. والمية إشارة للروح القدس أو رمز للروح القدس؟ أيوة، اللي عمل في السر. فالحقيقة رش المية عند الناس عداوة، لك رش المية عداوة باعتبار أنه بيبعده يعني. لا، رش المية دي بركة، وكمان بتخلي الإنسان يقدر أنه يحس بعمل الروح القدس نتيجة التناول. يعني عمل الروح القدس ملازم ليكم وهتنصرفوا، والروح القدس بيعمل فيكم. بالضبط. يبقى البركة صارت ثابتة فيهم، وخارجين مملوئين من البركة. الحقيقة سيدنا يعني الكلام عن يافتك بركة، تعيش ربنا يخليك. حلقات جميلة جدا، بنشكرك. عشت محبتك ربنا تعيش. شكر خاص طبعا لسيدنا الحبيب الأنبا بنيامين، وأيضا لأبونا شنودة ولأسرة البرنامج. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين، كونوا معافين فرج.